السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة معادنا ان شاء الله سنة تانية مع اول درس من دروس الوحدة الثالثة. احنا طبعا خلصنا الوحدة الاولى والوحدة الثانية، دروس القصة كلها موجودة ان شاء الله على القناة، النحو كله موجود على القناة، باقي بس ثلاث دروس القراءة بتوع الوحدة الاخيرة. طبعا النصين اللي في الوحدة الاخيرة موجودين على القناة، اللي هو ارض سيناء، أرض الفيروز، وذكريات أكتوبر تقريبا، مش فاكرة بالظبط العنوان، بس النصين الأخرى موجودين على القناة. فضل بس 3 دروس القراءة إن شاء الله. ده أول درس، هيبقى لسه ناقصنا درسين إن شاء الله بس، ويبقى كده خلصنا المنهج ونبدأ نراجع. عايزة أفكركم يا سنة تانية إن في مراجعات كتير نحو موجودة على القناة، قطع موجود مراجعة شاملة كلها لكل دروس النحو، كل الدروس بتاعتكم موجودة وموجود مراجعتها، وإن شاء الله بإذن الله كمان هنزل مراجعات تانية ان شاء الله. انتظروا مني الدرس اللي جاي، هيكون مراجعة على النعت والحل وازاي نفرق بينهم، برغم ان ده موجود على القناة في مراجعة من الترم من السنة اللي فاتت، هي موجودة، هو نفس المنهج، فياريت تشوفوها. هنبدأ درس، اول درس في الوحدة الثالثة، وهو منتصر ومجاهد. ويورد الوحدة دي كلها بتتكلم على نصر اكتوبر. اولا بدأت بالنكسة اللي هي نكسة سنة 1967، وبعدين انتهت ان شاء الله بنصر ايه اكتوبر سنة 1973. فالدرس اللي هو في البداية ده بيتكلم على النكسة. ايه هي النكسة؟ النكسة دي كانت حرب بين مصر واسرائيل، ولكن للأسف انتصر فيها الجيش الاسرائيلي بالخديعة والمكر، وانهزم فيها الجيش المصري، وعشان كده سميناها نكسة. كانت اللي حصل ده كان سنة 1967 في فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر. فدي بتحكي، طبعا هي القصة دي مش قصة حقيقية، هي قصة خيالية من خيال المؤلف، ولكن يعني بتحكي واقع كان حصل فعلا، ان في نماذج من دي كانت موجودة حقيقي، ولكن مش بنفس الاسم ونفس بالظبط التفاصيل. هم جايبينها عشان يبين لك العدو، يجسد لك العدو بهيئة الذئب. يعني الذئب ده المقصود في القصة، مقصود بالعدو الغاصب اللي هو مين؟ العدو الإسرائيلي، تمام؟ ومنتصر ومجاهد. مجاهد ده بيدل على الجنود اللي ماتوا في الحرب وضحوا بحياتهم من أجل استقرار البلد، ومنتصر ده بيدل على الجنود اللي انتصروا وحاربهم ووقفوا على رجليهم ورفعوا علم مصر فوق سيناء، تمام كده يا ولاد؟ فكل حاجة بترمز لحاجة. هنبدأ كده أول قطعة في الدرس نقرأها ونشرحها. طبعا أول قطعة في الدرس بتشرح النكسة بطريقة بليغة، تمام كده. بيقول لي إيه؟ بيقول لي الشمس تميل نحو الغروب مسرعة كأنها تستحث الليل المظلم على الوصول. طائرة مصرية مقاتلة يقودها طيار مصري اسمه منتصر، ومعه زميله مجاهد. تطير بأقصى سرعة لها كأنها في سباق مع الزمن. لقد دمر العدو معظم ممرات الطائرات وتسيد الجو وحلت كارثة النكسة المدوية بمصر. وده اختصار هنا هتشوفه، وهو بيشرح بقى نصر أكتوبر، بيمجد في نصر أكتوبر وبيشرحه باستفاضة لأنه نصر فرحة، تمام كده. ولكن ده عشان وهزيمة بيقتصر بشرحه. بيقول الشمس تميل نحو الغروب، هنا بقى الشمس بتغرب، يعني كنا في وقت الغروب بالليل كده كأنها بتسرع عشان تبين ان اللي جاي كله ظلام في ظلام. يعني ده يا ولاد اسلوب بلاغي بيبين لي ان النكسة دي زي الظلام، يعني بشاعة النكسة، بتصور بشاعة النكسة لأن كأنها بتشبهها بالظلام. كأنها تستحث الليل المظلم على الوصول، وهناك طائرة مصرية مقاتلة. وده نموذج وليس حقيقة، هي يعني إيه نموذج من النماذج اللي كانت موجودة في الحرب. طائرة مصرية مقاتلة يقودها طيار مصري اسمه منتصر وزميله مجاهد. يعني منتصر ومجاهد كانوا الاثنين يا ولاد كانوا طيارين راكبين الطيار، تمام. منتصر هو اللي عاش ومجاهد هو اللي ايه توفى. يبقى متى كانت النكسة؟ هنقول سنة 1967. ما نتيجتها؟ اهو نتيجتها، لقد دمر العدو معظم ممرات الطائرات. العدو دمر
كل العدو اللي هو العدو الإسرائيلي دمر معظم ممرات الطائرات، دمر كل الطائرات اللي كانت في الجو، وتسيد الجو، يعني بقى هو السيد، بقى هو اللي ماسك الجو، تمام كده، ودمر كل الطائرات بتاعت الايه الجيش المصري، وحلت كارثة اللي هي النكسة المدوية بايه بمصر. هنا بيقول لي كلمة النكسة معناها الهزيمة، طبعا كلنا عارفين، وكلمة المدوية يعني المرتفع صوتها، والمراد بها الفادحة، تمام كده، يعني النكسة الكبيرة اللي حصلت في ايه في مصر. وكلمة تسيد الجو يعني بقى هو سيد الجو، يعني تملك ايه الجو، بقى الجو كله تحت ايه تحت امره، تمام كده يا ولاد، يعني سيطر على الجو كله، وحلت كارثة، كارثة يعني مصيبة، تمام كده، الكارثة معناها يا ولاد المصيبة. ده وصف سريع جدا 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 للنكسة، تمام. طيب، كان كل هم منتصر ومجاهد عندما حلق بطائرتهما أن يلحق بالعدو أي خسارة. هي خلاص النكسة حصلت، ولكن هم عايزين يعملوا أي خسارة للعدو، قالوا هنموت هنموت ولكن أي خسارة نلحقها بالعدو. فقبل أن يتمكن من بسط نفوذه على سيناء، شاهد رطلا من مدرعات العدو فدمراه بالكامل، تبعه عدد من الدبابات التي وجهت مدفعيتها صوب الطائرة، أصابتها قذيفة، أصيب مجاهد إصابة بالغة، هبط بمظلته في أحد وديان سيناء، حاول منتصر الصمود بالطائرة التي اشتعلت ولم يكن أمامه مفر من الهبوط بمظلته، فهبط بقرب مدخل كهف. يعني إيه الكلام ده؟ منتصر ومجاهد خلاص شافوا ان العدو سيطر على الجو كله، وخلاص اتدمرت كل الطائرات وما عادش الا الطائره بتاعتهم، قالوا بقى احنا لازم نعمل اي مصيبه، يعني رايح رايح نخلص عليهم، احنا كده كده ميتين فنعمل اي مصيبه فيهم، تمام. فشافوا رطلا من المدرعات، يعني عدد كبير من المدرعات بتاعت العدو ماشيين في الايه على الطريق، فقاموا صايبينهم بقذيفه، قاموا بقى حاطفينهم بايه بقذيفه، تمام. فراحوا مدمرين، دمروا المدرعات دي بالكامل، تبعه عدد من الدبابات التي وجهت، اجا ورا العدد المدرعات ده عدد من الدبابات، شافوا من الطياره وهي بتدمر المدرعات، فراحوا وجهوا مدفعيتهم صوب الطائره وراحوا قاصفينها بقذيفه، اصابت القذيفه دي مجاهد اصابه ايه بالغه. هبط لما هو اتصاب، هبط بمظلته، يعني بتعرفين بقى المظله بتاعتهم دي اللي بيفتحوها اللي هي عامله زي الباراشوت دي، بيروحوا فاتحينها ورامين نفسهم في احد وديان سيناء، هو حب يرمي نفسه بحيث ان اي حد ينقذه في احد وديان سيناء، يعني في وادي من الوديان بتوع سيناء. حاول منتصر الصمود، منتصر حاول ان هو يصمد بالطائره التي اشتعلت، طبعا كان هو برضه مصاب ولكن اصابته كانت بسيطه عن مجاهد، فحاول ان هو يصبر الصمود، يعني الصبر بالطائره التي اشتعلت ولم يكن امامه مفر من الايه الهبوط بمظلته، يعني خلاص الطياره كلها اشتعلت وكده هتنفجر بيه، فما تلاقيش قدامه مفر غير انه يهبط من الايه من الطائره بالمظله، فهبط بقرب مدخل ايه كهف. يبقى منتصر مجاهد اللي هبط الاول ونزل في احد وديان سيناء، ولكن منتصر نزل في قدام مدخل كهف، الكهف ده يعني مكان من اللي بيستخبوا فيه، تمام كده. طبعا معاني الكلمات هنا، مع هنا كلمات كتيره ومعناها على فكره سهله جدا. كلمه اصابه بالغه يعني اصابه شديده، هبط بمظلته، المظله دي يا اولاد اللي هي آلة للهبوط من الطائره اللي هي زي الباراشوت اللي احنا بنقول عليها باراشوت، في احد وديان سيناء، كلمه وديان يعني مكان بين التلال والجبال، بيكون وادي كده يعني مكان كده واسع ما بين جبل والجبال والتلال، تمام. حاول منتصر الصمود، قلنا كلمة الصمود يعني الثبات والصبر، ولم يكن أمامه مفر يعني، أو كلمة مفر يعني مهرب من الهبوط بمظلته، يعني ما تلقاش حاجة قدامه غير إنه يهبط، يهبط يعني الهبوط اللي هو النزول يعني، تمام. فهبط بقرب مدخل كهف، كلمة كهف يا ولاد يعني بيت منقور في جبل، يعني بيكون الجبل كده بيبقوا حفرين فيه كده حفرة بيستخبوا فيها، تمام. فهو نزل قدام الايه الكهف ده، ولكن للأسف يا أولاد نزل قدام مشهد بشع، والمشهد ده بيجي في الامتحان، ما المشهد الأليم أو الحزين الذي رآه منتصر ولن ينساه أبدا، تمام. ورأى منتصر مشهدا لم يفارقه طوال حياته،
مجموعة من الذئاب يقودها ذئب له غرة بيضاء على شكل قوس في جبهته تحيط بمجاهد غير القادر على المقاومة. رفع الذئب رأسه إلى أعلى فتوسطت قرص الشمس، ثم خفض رأسه توقع منتصر ماذا حدث بعد ذلك. لقد فتك الذئب ومجموعته بمجاهد، وأرسل ضوء قرص الشمس آخر ضوء له معلنا قدوم ليل أسود. كانت الليلة مساء الخامس من يونيو عام 1967 ميلادية، وبعدها راح منتصر في غيبوبة عميقة. مشهد حزين، وفيه بيبين لي إمتى كانت نكسة، يوم النكسة. تمام كده يا ولاد؟ بيقول لي لما نزل مجاهد يا ولاد في أحد وديان سيناء، بعده على طول بلحظات نزل مين؟ منتصر في أمام مدخل كهف. ولما نزل منتصر بيبص كده شاف مشهد حزين وأليم لن ينساه طوال عمر. إيه هو المشهد؟ وجد مجاهد، طبعا انتوا شايفين مجاهد مصاب بإصابة بالغة مش قادر يتحرك من مكانه، ولكن يحوط بمجموعة من الذئاب حواليه، مجموعة من الذئاب، وكلنا عارفين الذئاب يا ولاد أكل اللحوم. تمام؟ وعلى رأسهم، على رأس الذئاب ده، الذئب بتاعهم بقى الكبير بتاعهم، ذئب له غرة بيضاء تشبه القوس على جبهته، يعني ليه حتة بيضة كده. هو بيعلمه، هو العلامة دي جاية عشان خاطر ان هو ما يجي ينتقم منه يبقى عارفه، عارف ان هو ده الذئب اللي ايه اللي افترس مين؟ مجاهد. فالذئب له غرة يا ولاد بيضاء تشبه القوس على جبهته. رفع الذئب رأسه إلى أعلى، بص كده في الشمس وراح نازل رأسه. رفع رأسه للشمس يا ولاد، فتوسطت رأسه قرص الشمس الأحمر. طبعا ده كله تعبير بلاغي على المشهد الحزين اللي شافه مين؟ اللي شافه منتصر. ثم خفض رأسه، ولكن لم يستطع منتصر مشاهدة المشهد، هو قفل عينه ولكن توقع ايه اللي حصل. لقد افترس الذئب مجاهد، فتك الذئب بمجاهد، وأرسل قرص الشمس ضوء آخر ضوء له، يعني خلاص حس ساعتها منتصر ان ده آخر ضوء للشمس، ما عادش الشمس هتطلع تاني، خلاص الشمس تعلن عن قدوم ليل أسود اللي هو ليل النكسة يا ولاد، ليل الهزيمة. التشبيه ده بيعبر لي عن النكسة والهزيمة والحزن والألم. تمام؟ فالشمس كأنها بتقول خلاص أنا ما عادش هطلع تاني، خلاص في هذا الظلم وهذا الطغيان وهذه الكارثة. كان الحدث ده كان الليلة مساء الخامس، يعني كان الليل بتاع الخامس من يونيو سنة 1967، وبعدها راح منتصر في غيبوبة عميقة. غيبوبة يعني خلاص فقد الوعي، ما عادش قادر من كتر الصدمات، أولا إصابة وبعدين النكسة وصدمته في زميله مجاهد اللي شافه قدامه بالذئب بيفتك بيه ومش قادر يعمل له حاجة، وكذلك مجاهد ما كانش قادر يقاوم لأنه كان مصاب، فخلاص فقد الوعي لكل هذه الصدمات، فقد الوعي، راح في غيبوبة عميقة، غيبوبة شديدة جدا جدا. أفاق إمتى يا أولاد؟ أفاق منتصر من غيبوبته فوجد نفسه في خيمة يحيط به أربعة رجال من بدو سيناء. تحدث أكبرهم قائلا حمدا لله على سلامتك يا ولدي، أخبرنا كيف وصلت إلى هنا ومن أنت؟ حكى منتصر القصة كاملة والدموع تملأ عينيه عندما تذكر زميله مجاهدا. قال الشيخ لا بأس يا بني، لقد احتلت إسرائيل سيناء كلها، وعلينا أن ننتظر حتى نعد الترتيبات اللازمة لعودتك. لما فاق منتصر يا أولاد، فاقت لقى نفسه في خيمة من خيم أهل البدو اللي هم موجودين في سيناء، اللي عايشين في سيناء، يحيط به أربعة رجال من الايه من البدو، حواليه أربعة من رجال البدو. تحدث أكبرهم، أول أكبر واحد كلمه وقال له حمدا لله على سلامتك يا ولدي، أخبرنا كيف وصلت إلى هنا ومن أنت، عرفنا أنت إزاي جيت هنا وأنت مين. فالمنتصر راح حكي لهم القصة كلها، والدموع تملأ عينيه عندما تذكر زميله مجاهد. بدأ يحكي لهم حصل لي كذا وكذا وكذا، مجرد ما يفتكر اللي حصل لمجاهد بدأت عينيه تمتلئ بالدموع. قال الشيخ لا بأس يا بني، لقد احتلت إسرائيل سيناء كلها. كلمة لا بأس يا أولاد ما
معناها لا حرج ولا خوف، خلاص ما تزعلش، اللي حصل حصل وما فيش في ايدينا ان احنا نعمل حاجة. خلاص احتلت سيناء، ايه لقد احتلت اسرائيل سيناء كلها. لقد هنا اسلوب مؤكد بقد يا ولاد، وقد دايما بتيجي قبل الفعل، بتأكد الفعل، لكن ان بتأكد الاسم. وعلينا ان ننتظر حتى نعد الترتيبات اللازمة، نعد يعني نجهز الترتيبات اللازمة لعودتك. إيه انت، احنا عايزينك بقى تصبر معنا هنا شوية لحد ما نجهز طريقة ان احنا نرجعك بها بلدك، لان احنا عارفين اسرائيل احتلت سيناء، يعني خلاص مقفلة كل المداخل والمخارج بتاعت سيناء، وما فيش، مش من السهل ان هو يروح. لو عرفوا ان هو جندي من جنود الجيش هي ايه هيموتوه، تمام. فاحنا لازم نخبيك عندنا هنا لحد ايه من نجهز كده طريقة تروح فيها في السر الايه لبلدك. وده اللي كان بيحصل اياميها، ودي من الصعاب اللي كان بيواجهها الشعب المصري في الوقت ده. طيب، أقام منتصر بين البدو 10 أشهر كاملة، قعد بينهم ومعاهم 10 شهور كاملة، لأن كان الاحتلال صعب جدا جدا في سيناء، وكان صعب إن هو يروح لبلده، فهم مستنين الوقت المناسب اللي يقدر يروح بيه. وفي نفس الوقت هو كان صحيا كان تعبان، فمستنين لما هو يسترد صحته. عمل ايه بقى طول الفترة اللي هو موجود؟ يرعى الغنم طوال النهار ويبيت في الخيمة، ولم يكن يشغل باله إلا أمر واحد، وهو أن يعود إلى أهله بأقصى ما يمكن. كان كل همه في الوقت ده إن هو يرجع لأهله بأقصى سرعة. طبعا أهله كانوا الوقت افتكروه إن هو مات، لأن طبعا كان في ناس كتير ماتت في النكسة، فكان كل اللي ليه ابنه ما رجعش لأهله افتكروه إن هو مات. فأكيد أهله كانوا افتكروا هو عايز يرجع يطمنهم إن هو موجود وان هو حي. يبقى اقام منتصر بين البدو 10 اشهر. وخلوا بالكم من الارقام، لان الوحده دي فيها ارقام كتير، كل درس في ارقام. قعد في بين البدو كام شهر، راح المستشفى قعد فيها كام شهر، بين اللي قعدوا يتمرنوا كام سنه او كام شهر، كل الحاجات دي هت ايه لازم تكونوا حافظينها. يبقى أقام منتصر بين البدو 10 أشهر كاملة. كان بيعمل فيها إيه؟ كان بيرعى الغنم طوال النهار ويبيت في الخيمة ليلا، وكان كل اللي بيشغل باله في الوقت ده إن هو يرجع لمين؟ لأهله. كان منتصر يعاني من أزمة نفسية حادة. طبعا كل كلمة أزمة نفسية يعني جاله حالة من الاكتئاب يا ولاد والحزن بسبب اللي حصل، اللي هي النكسة أولا، وما حدث لزميله مجاهد مرة ثانية. تمام. كان منتصر يعاني، كلمة يعاني يعني يقاسي، من أزمة نفسية. كلمة أزمة يعني شدة وضيقة، نفسية حادة، حادة يعني صعبة. تمام. وكلما رأى قرص الشمس الأحمر كان يملأه يقين بقرب عودة. كل ما يشوف الشمس يفتكر اللي حصل، ويبقى عنده يقين إن أنا هرجع بلدي تاني وهنتقم من الايه من العدو الغاصب والذئب الايه القاتل بقرب عودته. وكان يحزنه كذلك مشهد الذئب عندما رفع رأسه نحو قرص الشمس ثم افترس زميله مجاهد. كان كل ما يشوف القرص الشمس يفتكر اللي حصل لايه لزميله مجاهد من الذئب الايه المفترس. تمام كده يا ولاد، جميل جدا. درس سهل. الثلاث دروس اللي جايين دول عبارة عن قصة بتوضح لي كده من اول النكسه لحد نصر اكتوبر بطريقه جميله وسهله وسلسه، وان شاء الله هتحبوها يا سنه تانية، وهتكونوا كويسين فيها باذن الله. تعالوا نجاوب على الاسئله. بيقول لي متى كانت النكسه؟ قلنا سنه 1967، 1967 ميلاديه، طبعا 5 يونيو برضو. سنة 1967. ما نتيجتها؟ هنقول دمر العدو ممرات الطائرات وتسيد الجو، تمام، وسيطر على سيناء كلها. تمام كده يا ولاد. من منتصر ومجاهد؟ هنقول منتصر طائر، مش طائر. من منتصر؟ هنقول منتصر طيار مقاتل وزميله، ومجاهد ده زميله طيار برضو زيه. وماذا كان يشغل بالهما وهما يحلقا بالطائرة؟ أن يلحق بالعدو أي خسارة، أن يلحق بالعدو أي خسارة قبل أن يبسط نفوذه على سيناء كلها.
احنا عايزين نشله او نعمل له اي خسارة قبل ما قبل ما يبسط نفوذه على سيناء ايه كلها. طيب ما الخسارة التي ألحقها منتصر ومجاهد بالعدو؟ دمر المدرعات بالكامل. هنقول يا اولاد شاهدوا تلا من المدرعات فدمراه بالايه بالكامل، دمر المدرعات بالايه بالكامل. طيب بما رد العدو عليهم هنقول بقذيفة ألقتها الدبابات فأصابت الطائرة وأصيب مجاهد بإصابة إيه بالغة. تمام كده. ما المشهد الأليم الذي رآه منتصر؟ هنقول شاهد زميله مجاهد ملقا على الأرض وحوله مجموعة من الذئاب يرقصهم أو على رأسهم ذئب له غرة بيضاء تشبه القوس على جبهته، فرفع رأسه إلى قرص الشمس ثم خفض رأسه فتوقع منتصر. هنا بيقول لي ماذا توقع منتصر حينئذ؟ توقع أن الذئب قد فتك بمين؟ بمجاهد، وده اللي حصل بالفعل. ماذا رأى منتصر بعدما أفاق؟ وجد نفسه في خيمة من خيم أهل البدو وحوله أربعة من الإيه؟ من رجال البدو. بما أخبر الشيخ البدوي منتصرا أن إسرائيل احتلت سيناء بالإيه؟ بالكامل. تمام كده. ما المدة التي أقامها منتصر بين البدو؟ وخلوا بالكم من المدة دي 10 أشهر كاملة. كيف كانت حياته بينهم؟ كان يرعى الغنم نهارا ويبيت في الخيمة ليلا. ما الذي كان يشغل باله طوال هذه الفترة؟ أن يعود إلى أهله بأقصى سرعة، أن يعود إلى أهله بأقصى سرعة. طب بما كان يعاني؟ هنقول كان يعاني من أزمة نفسية حادة بسبب حزنه على مين؟ على زميله مجاهد. وكان كلما نظر إلى قرص الشمس تذكر هذا الذئب والذي فتك بزميله إيه؟ مجاهد. وإن شاء الله بإذن الله ننتظر الجزء الثاني من القصة. يا ريت يا سنة تانية اللي عجبوا الفيديو يعمل لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.